أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في قرية سنطيس يوم الجمعة ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 8/9/2023 وتعالوا نشوفوا الناس المحترمين اللي بياكلوا عيش بما يرضي الله. من حاج رضا الشاعر؟ الحاج رضا الشاعر. منين حاج رضا؟ زاوية أبو شوشي، قرية زاوية أبو شوشي، مركز الدلنجات، محافظة البحيرة. اللهم صل عليك. سمعنا حيا حج رضا. تحياتي لأمان قرية سلطيس، يا هالي سلطيس وحشتني ملاقيكم، في الفرش أقول وبرا ألاقيكم، وحياة مقام النبي في الزين اللي سافنتو ورست على القرار والميناء الأمانة سيدنا النبي نار الله ليكم. حبيبي يا نبي يا ضميني يا نبي ياللي انت عاوز علواني، علواني زاوية أبو شوشي بلد جميلة وعجباني، وفي صورنا أحسن صورة أنا اللي ساكن في دورين بعد المسجد بقى قليل، تسأل علي أي واحد تقول فين رضا الشاعر، والله لا حييك ورسول الله لرديك. تحياتي لقناة المواشي العالمية، أنت أمانة لها ليك، أمدح محمد طه العدنان. الشيخ رضا كنت معنا في قرية سلطيس دمنهور بحيري. رقمك كام يا حاج رضا لو حد عايزك برضه يتواصل معاك؟ انا 0100 1 5 1 5 7 6 7 6 3 7 0 3 7 0. والله يبارك لك يا شيخ رضا مداح للرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الشيخ رضا الشاعر يا جماعه، رضا مداح، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان تشوف وصلكم الجديد كل يوم. معاكم وائل زعيتر الشاعر، الحاج رضا، الحاج رضا عبد المنعم الشاعر يا جماعة، الله يبارك له ويصلح حاله. خدنا رقمه، حد عايز يتواصل معاه لأي استفسار هو تحت أمر أي حد، الله يبارك له ويقويه ويعينه ويصلح حاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.